رح نتعرف على قصة لعبة المافيا ولعبة من غير كلام المنتشرة بمثل هي الأعداد. خليكم معنا لا تتعرفوا. تبدأ لعبة المافيا بتوزيع أوراق، يكتب على هذه الأوراق كلمتين إما قاتل أو قروي. يقوم مدير الجلسة بتوزيع هذه الأوراق على المشاركين في اللعبة. بعد ذلك يقوم مدير الجلسة بالطلب من المشاركين في هذه اللعبة افتراضيا أن يناموا، يغمضون عيونهم، ثم يطلب من القاتل أو القاتلين في هذه اللعبة أن يفتحوا عيونهم ويختاروا أحد أبناء القرية، وعلى أبناء القرية بعد ذلك أن يكتشفوا من هما القاتلان. سنشارك معهم هذه اللعبة، فتابعوا معنا كيف تجري بشكل تفصيلي. هلا معنا قاتلين، نحن باللعبة ورح نغمض أهل الضيعة كلياتنا ونشوف نتعرف على القاتلين، بعدين نشوف الضحية المسكين الدرويش ابن خطي مين هو. أهل الضيعة غمضوا عيونكم سكاتكم. يا سلام، الكل نايم. القتل المجرمين يفتحوا عيونهم. تعرفوا على بعضكم، اختاروا الضحية. القتلة يغمضوا عيونهم. في الجولة الأولى التي شاركت فيها وكنت نائما تم اختيار أحد المشاركين وهو أبو عمر، فعلى أبناء القرية الآن التشاور والتصويت على أحد الأشخاص الذين يشكون بأنه قاتل. سنتابع. أكيد محترفين الاثنين. خذ المطب. كلهم لعيبة، ما فيك تشك بحدا يعني. كونان الله وكيلك بالسرعة تبع اللي يختاروا الضحية ساعة أول جولة. هو بيعرف مين. والقاتلين قريبين على بعض. قريبين على بعضه. وقتلوا فورا. ضحية واضحة. بما أنه قلت مخضرمين من أحد المخضرمين باللعبة ماهر. هلا يعني. والله يلا وايد. كتيبة. كتيبة متي. أبو عايد. أبونا عمي بماهر. لحظة شوي أبو. أبو عايد. بلال. حجي بلال اطلع. وانت اثنتين. طيب انا ثلاثك. ابو العباس، مع انه والله ما كنت بصوت عليه. يعني في عندنا اثنين متساويين. مين ومين؟ طيب. في هذه الاثناء تم التصويت على شخصين بثلاثة اصوات، فاللاعب المشارك هنا معه ثلاثة اصوات، وايضا هناك لاعب معه ثلاثة اصوات. سوف يتم اعادة التصويت على هذين اللاعبين فقط. بس ابو العباس او منار، جان صوته بسرعه. لا لا لا، ابو ريان نايس. غير الروتين بعدين. اثنتين وايد. ابو العباس اثنتين. ابو العباس ثلاثه. انا راح انهيها. ابيزان شو يتعادل؟ ابيزان ثلاثه. ما بده يتعادل. ابيزان اربعه. ابيزان ابيزان صار معه ست اصوات يا شباب، وخسرنا قاتل وفشكال. فشكال يعني. اذا في هذه الجوله اكتشفنا احد القتله، أبو يزن كان أحد القتلة، علينا اكتشاف القاتل الثاني. طبعاً كل شيء تسمعونه في هذه اللعبة هو افتراضي، القتل والنوم وكل هذه المصطلحات هي مصطلحات افتراضية، فهي لعبة بالنهاية. بعد الجولة الأولى يتم إعادة اللعبة بأن يطلب المدير من الجميع النوم، ويطلب من القاتل أن يستيقظ ويختار أحد. لا إله إلا الله، فتحوا الشباب. رح ناخذ صوتك أول صوت، مين بالظن؟ بالظن بالأخ. أبو وائل ارفع صوتك. يلا وائل. ثلاثة. أربعة. أربعة. خمسة. 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 خليه يطلع. حمي دقة. عنده. خمسة. ستة. يا أخي بهاي المعركة. ستة. قاعدة. عمر وين بيأشرف لكم؟ ليك لون البشرة، لون البشرة. اللعبة الثانية المنتشرة في مثل هذه السهرات هي من غير كلام، وهي عبارة عن فريقين ينقسمان، وكل فريق يختار لاعبا من الفريق الآخر ويعطيه كلمة، وعلى هذا اللاعب أن يذهب إلى فريقه ويعبر عن هذه الكلمة بالأشكال، بحيث يستطيع الفريق اكتشاف الكلمة من غير الكلام. صفة. أمر. طيار. منقذ. لك شو كان اسمه؟ لا، خمير الشاي. خمير. سماور. سماور. خمير. مثل سماور صح؟ جاب الغراب. هذه أملة شخصية. عن مرة. اسم مرة. زنوبيا. أساوي. إلى شعر مفتلة. عصام. مسلسل بارك. خلاص شوي بقى قديمة، عم يقول لك قديمة يا زلمة. اسم واحد ولا مركب؟